تسجيل الأحكام الصادرة في قضية شهيد شكري بالعيد، الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شهيد شكري بالعيد أحكام تتراوح بين الأعدام وعدم سماع الدعوة. بالتفاصيل الأحكام كالتالي: محمد العكيري أعدام مع 120 سنة سجن، محمد العوادي أعدام مع 105 سنوات سجن، محمد أمين القاسمي أعدام مع 20 سنة سجن، عز الدين عبد اللوي أعدام مع 10 سنوات سجن. يذكر أنه فما 4 أحكام بالأعدام وزوز أحكام بالمؤبد. بالنسبة للمؤبد: محمد علي دمق مؤبد مع 10 سنوات سجن، عبد رؤوف الطالبي مؤبد مع 28 سنة سجن، أحمد المالكي المكنى بالصومالي 30 سنة سجن، صابر المشرقي 20 سنة سجن، ياسر الملهي 18 سنة سجن، رياض الورتاني 20 سنة سجن مع النفاذ العاجل، خميس الطاهري 20 سنة سجن مع النفاذ العاجل، محمد الخياري 8 سنوات مع النفاذ العاجل، أحمد بن عون 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ماهر العكيري 6 سنوات مع النفاذ العاجل، حسام الدين المزليني 8 سنوات مع النفاذ العاجل، علام التزاوي 4 سنوات مع النفاذ العاجل، نديم الكلاعي 20 سنة سجن. وقد صدرت أحكام بعدم سماع الدعوة في حق كل من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ الحميدي. كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات حسب تفاصيل هذا الحكم. وما يفسر الأحكام مثلا المؤبد وعدد سنوات آخر من السجن هو يعود لقانون مكافحة الإرهاب الذي لا ينص على مسألة ضم العقوبات، حيث ينص الفصل 11 منه على أنه وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها، وأنه إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها. يذكر أنه محيط المحكمة الابتدائية بتونس شهد خلال فترة المفاوضة حضور أمني مكثف بالإضافة إلى حضور الصحفيين والمحامين، وحضر ناشطون رددوا شعارات تنادي بمحاكمة القتلة متهمين رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي بالتورط في عملية الاغتيال. ويذكر أنه فما 23 متهم، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح في قضية الشهيد شكري بالعيد. في تصريحاته في إذاعة موزيك شقيق الشهيد شكري بالعيد عبد المجيد بالعيد قال: حقيقة أشعر بالارتياح والثقة والأمل. هذا كان تعليقه على الأحكام اللي صادرة في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد. وقال عبد المجيد بالعيد أنه يشعر بالارتياح لأنه الحكم يعد شيء ملموس اليوم بعد 11 سنة من الاغتيال وتوالي الجلسات القضائية التي لم تسفر عن شيء ملموس وجدي قبل اليوم حسب تقديره. وقال: الحكم الصادر اليوم بعد أو يعد بارقة أمل في قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد باعتباره يمثل بداية التعامل الجدي مع القضية، واعتبر أن الحكم يشعر بأن القضاء تعافى، وبين أن الإرادة السياسية للحسم في ملف قضية الاغتيال توفرت اليوم بعد انعدامها خلال العشرية المقاضية، وعبر عن تفاؤله بهذه الأحكام اللي يعتبرها جزء من الملفات المتعلقة بالقضية التي وقع تفكيكها عمدا على حد قوله. ويعني شمل الحكم اليوم المجموعة التي نفذت فيما تظل أجزاء أخرى قد ينطلق القضاء قريبا في البت فيها، وهي متعلقة بالتخطيط واللي يوصفها بالكبيرة. وقال إنه الأحكام الصادرة في قضية اغتيال شكري بالعيد تعكس تعافي القضاء وكذلك تعافي تونس حسب قوله.
تغيير في وكالة الجمهورية بابتدائية تونس. تمت اليوم نقلة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى الادعاء لدى محكمة التعقيب وتكليف قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي فتحي القاطري بالنيابة في خطة وكيل الجمهورية بابتدائية تونس. تتواصل مرافعات هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة حكمية انطلقت أشغالها صباح اليوم. وقال المحامين في مرافعاتهم أن الصيد يمثل أمام القضاء بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل على خلفية شيكية ضده من وزارة العدل. وبين عدد من المحامين أمام هيئة المحكمة أن الصيد سبق وأن أودع شيكية لدى القضاء بخصوص وثيقة صادرة عن وزارة العدل ثم أو تم إدخال تعديلات عليها بقلم رصاص، إلا أن وزارة العدل قدمت ضده شيكية بشكل لاحق. وأضافت هيئة الدفاع في المرافعات أنه كان من الأنسب منطقا وقانونا فتح بحث تحقيقي في تزوير الوثيقة لا إحالة منوبهم بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر شبكات التواصل. تم بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024 إنهاء تكليف لطفي مرابط بمهام معتمد أول بولاية جابس ابتداء من 20 جانفي 2024، كما تم بنفس مقتضى القرار إنهاء تكليف الزين العكيشي بمهام معتمد بمعتمدية باجة الشمالية وقبول استقالة تقي الدين بوسيلمي من مهام معتمد بمعتمدية حي التضامن بولاية أريانا وذلك ابتداء من 20 جانفي 2024. في خبر آخر، صدر أمس الثلاثاء أمر عدد 170 لسنة 2024 مؤرخ 22 مارس 2024 يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية. ويعد الديوان وفق الأمر مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها تونس العاصمة، وتخضع لأحكام القانون التجاري ما لم تكن مخالفة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. ويتمثل مهامه في شراء أراضي وتهيئتها وبيعها لبناء مساكن لفائدة أعوان رئاسة الجمهورية وبناء مساكن للكراء أو للبيع لفائدة أعوان رئاسة الجمهورية وشراء مساكن مبنية وتهيئتها للكراء أو للبيع لفائدة أعوان رئاسة الجمهورية وبتعهد وصيانة المساكن لضمان ديمومتها.